إلى الشكر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. الهيكل العظمي عند الإنسان 6200 عظمة تكون الهيكل العظمي للإنسان. هذه العظام يمكن أن تقسم إلى مجموعتين، الهيكل العظمي المحوري والهيكل العظمي الدويلي. 80 عظمة للهيكل العظمي المحوري تشكل المحور العمودي للجسم، وتتضمن عظام الرأس، العمود الفقري، الأضلاع، وعظم القص. الهيكل العظمي الدويلي يشمل 126 عظمة، ويتضمن العظام الحرة ووصلاتها إلى الهيكل العظمي المحوري. العظام الحرة هي الأطراف العليا والسفلى وملحقاتها التي تدعى الأحزمة، ويترابط الهيكل العظمي بواسطة الأربطة والأوتار والعضلات والغضاريف. سنتحدث الآن عن الهيكل العظمي المحوري. يتكون من عظام الرأس والعنق والجذع، وأهم أجزائه العمود الفقري الذي يشكل محوراً يدعم الأجزاء الأخرى للجسم. وتقع الجمجمة أعلى العمود الفقري، ويتكون العمود الفقري من عدد من العظام تسمى فقرات، ويوجد بينها أقراص ليفية. وتتكون الفقرات العنقية من 7 عظام، ويوجد بخلف الصدر 12 فقرة صدرية، وتتصل الضلوع بالفقرات الصدرية، وهناك 12 ضلعا في كل ناحية من الجسم. تثبت الضلوع العليا بعظمة القص، وتحمي الضلوع القلب والرئتين، وتعمل بمثابة صندوق نفخ لعملية التنفس. تقع 5 فقرات قطنية في الجزء السفلي من الظهر، ويقع العجز تحت آخر فقرة قطنية. ويتكون العجز من 5 عظام ذو بنية واحدة صلبة، ويتصل الحرقف بالفقرة العجزية من العمود الفقري بواسطة المفاصل العجزية الحرقفية. ويتكون العصعص من 4 عظام مندمجة لتكون عظمة تشبه المنقار، وتظل نقطة التقاء العجز مع العصعص ليفية. الهيكل الطرفي يتكون من عظام الذراعين والأرجل ودعامتهما. يتكون حزام الكتف من اللوح والترقوة. يتكون هيكل الذراع من عظمة العضد والكعبر والساعد وعظام المعصم وعظام الكف والسلاميات أو الأصابع. وتتكون عظام الرجل من عظام الفخذ وصابونة الركبة والشظية أو الساق ورسغ القدم الذي يتواجد خلف القدم والأمشاط والسلاميات أو الأصابع. وتتصل الرجل بالجذع بواسطة الحزام الحوضي الذي يتكون من عظمتي الورك، وتتكون كل واحدة من 3 عظمات، وهي الحرقف، الورك، والعانة، وهي متصلة فيما بينها. الجمجمة، وهي مجموعة عظمية منحنية بشكل تشكل فراغا داخلها، وتتكون من 28 عظمة متصلة معا بمفاصل ثابتة تسمح بمقدار ضئيل من الحركة، تسمح بنمو الرأس عند الصغر. ويوجد في المنطقة السفلى من الجمجمة فتحة يمر عبرها النخاع الشوكي ليصل إلى الدماغ. 8 عظام تشكل صندوقا عظميا يسمى محفظة الدماغ أو علبة الدماغ، وهو تركيب عظمي يحيط بالدماغ والنخاع المستطيل. أما منطقة الوجه فتتكون من 14 عظمة، وفي منطقة الأذنين توجد 6. شكرا لكم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.